المخرجة الكبيرة عز الدين ذو الفقار، ويسعدني أن أنا معايا زوجته الفنانة كوثر شفيق. مدام كوثر ورتني صورة من صور الأستاذ عز الدين ذو الفقار وهو معه الزعيم جمال عبد الناصر، صح؟ أيوه مظبوط. ما حسيتيش في وقت من الأوقات أن الأستاذ عز ندم أنه ترك الجيش لحبه للسينما؟ لا ما ندمش خالص، لأنه هو بيحب الوطن على طول، وهو في الجيش ولما طلع برضو كان مجند نفسه للسينما وللوطن. كانت علاقته كويسة برجال الثورة؟ آه طبعا. يعني الأستاذ عز الدين ذو الفقار عمل بورسعيد بعد أحداث 56، فريد شوقي وهدى سلطان وليلى فوزي وشكري سرحان ورشدي أباظة وإلى آخره، وقبل هذا طبعا كانت الرائعة التسجيلية لأحداث 23 يوليو اللي هي رائعة يوسف السباعي رد قلب. رد قلبي. أيوه صح. أيوه صح. ومين من الشباب ما قالش إنجي؟ ما تمناش إن يبقى فيه إنجي في حياته؟ إنجي الأميرة الجميلة الوديعة الهادية الجميلة فعلا، يعني رائعة الجمال إنجي، وكل الشباب في ذاك الوقت وحتى دلوقتي اللي بيتفرجوا على رد قلبي يحلموا ان يبقى له يعني الجيرل فريند تبقى إنجي بمواصفات إنجي دي. وإنجي هي نجمتنا العظيمة مريم فخر الدين. إنجي الأميرة الساحرة. إنجي يعني الأستاذ عز هو اللي اختار حضرتك لرد قلب؟ لا، يوسف السباعي هو اللي رشحه. كنت قريت الرواية؟ يعني عز الدين أخو جوزي محمود ذو الفقار، إنه مش هو اللي رشحني، ويوسف السباعي طبعا اللي رشحني. قريت القصة ولا؟ قريت القصة وهو اللي رشحني الحقيقة، لأني رومانسية، أنا خلقت ربنا رومانسية الحقيقة أكتر من رد قلبي، بس فهو رشحني الحقيقة للدور. أقدر أقول إن إنجي دي كانت نقطة تحول في حياة مريم فخر الدين؟ لا، أنا كنت مخلوقة إنجي، يعني أنا رومانسية من يوم ما اتولدت لحد النهاردة على أي حال، ليه سرحانة كده وبتاع. الفيلم ده طبعا هو تاريخ لثورة 23. حقيقة أنا ربنا بيحبني إن عملت الفيلم ده، وربنا بيحبني إن أنا أول ما اشتغلت سنة 52 سنة الثورة، وربنا بيحبني لحاجات كتير جدا يعني الحقيقة. يعني ده أشهر من ليلة غرام أو الأفلام؟ طبعا طبعا، يعني يكفي ان هو بيتعرض كل سنة يوم 23 يوليو، يعني شوف انا بقى لسه حبقى ميتة والفيلم ده عمال يتعرض لوحده كده. والأستاذ عز الدين ذو الفقار كان رومانسي وحالم برضو في حياته؟ خالص خالص. وكوثر شفيق ما كنتش، يقال ان الأستاذ عز كان في أفلامه لابد ان البطلة تبقى هي حلم حياته طول ما هو بيعمل الفيلم. أيوه. كله على الورق برضو، يعني على الورق لغايه لما الفيلم يخلص. خلاص على الورق بس، لا لحد ما يتعرض الفيلم. يعني هو كان بيحبني طول ما انا بعمل رد قلبي، بعد رد قلبي حب كوثر تاني، يعني عارف سابك يعني حب كوثر. وهكذا بقى. وهكذا كل ما يعمل فيلم يحب البطل، يعني شارع الحب يحب صباح. لا بس دي مش حاجه غلط، دي حاجه صح. لازم المخرج يحب البطله بتاعته عشان يعرف يخرج لها كويس، والا مش هينفع. يا أستاذ؟ لا يعني بقول مش كل فيلم يعني بيحبهم بيحب الشخصية بتاعت الرواية، يعني مش ما بيحبش مريم، بيحب إنجي، فإنجي عشان أنا كنت إنجي فهو كان بيحبني. وكان يوجه الممثلين؟ لا هو كله ليه بقى، هو احنا يعني قصدي يعني يشرح لك الدور والمشهد بطريقة فظيعة، وهو يقعد يمثل ورا الكاميرا طبعا بشكل وحش وهو بيمثل الدور، انما احنا بناخد منه وبنمثل احنا. وفي البيت بقى هو بيكتب الحوار والى اخره. هو بيعيش في الدور، يعني في كل كتاباته بيعيشها. يعني عمر عز ما كتب حاجة إلا هو حساسها، يعني إذا كان راجل بيبقى راجل، إذا كان ست سادي، إذا كان مشهد درامي بيعمل كله ديالوج، وهو يكتب الديالوج وهو يعيط على الديالوج اللي هو كاتبه. عز الدين كده. نقدر نقول إن فترة الثورة دي كانت فترة نهضة سينمائية مدام مريم؟ طبعا، يعني كل الأفلام الحلوة اللي عملناها في مصر هي فترة الثورة الحقيقة. يعني أنا أولا أنتهز الفرصة دي وأحيي زوجة عز الدين ذو الفقار الفنانة كوثر شفيق وجميلة الجميلات
مريم فخر الدين.